اهلا بكم اعزائي المشاهدين، النهارده هنلعب لعبه جديده، هنلعب سكاي روج، لعبه طيارات كده، والاف 16 بقى وايه والطيران الاسطوري. هنلعب النهارده سنجل بلاير، اللعبه فيها مالتي بلاير، الله، وفي فري فلايت. تمام، اول حاجه بيقول لي تشوز كنترول ميثود، اركيد كنترول اور سيميليتور، ميوزك ليفت اند رايت، كاميرا نيفر رول، جود فور ذا ماوس اند كيبورد، بيست فور فلايت، فور سيم. فين انا مش عارف اختار ايه، يا رب بس اللي انا اختاره ده يبقى سهل. دي اول ميشن اهي، يا لهوي الفضاء. تمام، ستارت مش عارف ايه، ترافيك رول، ماشي، الله ماشي، حلو يا يعني. اعمل ايه اعمل ايه، سبيد اب اس و دبليو، يعني اصلا اللعبة مساحتها فاهم ربع ميجا. ماشي، الدبليو بيسرع الاس بيرجع. ايوه بقى، ماشي. بيز ايه، فين ايه، انا المفروض اروح فين؟ انا معرفتش الكليك الشمال ده بيعمل ايه، بس ماشي يعني. انا عايزين عايز يهبط هنا، يا لهوي ده انا من اول تاني، يا لهوي دي اول ميشن، معلش. سبيد اب، ماشي ماشي. استنى بس يعني، انا اوقف كده ثانية واحدة عشان اعلي صوت اللعبة. احنا علينا صوت اللعبة شوية عشان الناس ما تقولش صوت اللعبة واطي، الناس هتدخلنا في سحابة. على هادي يا زبادي بقى، على هادي يا زبادي خالص، يا لهوي ليه يا معلم؟ انا صاحب الغشومية يعني فاهم. شوت شوت ايه، تارجت ايه، العب يا زوز. تارجت تاني، انا بحب العب الطيارات دي يا جدعان. ما جاتش ما جاتش، كان نفسي اطلع طياره يا جدعان، بس انا عندي تسوق. عندي ايه تسوق ولا ايه؟ والله انا مش بقرا اي تعليمات. It's easy to measure target if you wait. الاي بي الاي بي اللي بالكاميرا، تمام. يو ار يا عم، واحده واحده عليا. ايه ده، ممكن تمام. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا هنفجر دلوقتي، هنفجر. انا عايز اهبط ازاي، اهبط ازاي، معلمنيش الهبوط. سب ازاي اهبط، البنزين هيخلص، انا بقع ولا ايه، انا بنهار، مش معقول. هو معلش معلمنيش الهبوط يا جعان، معلمنيش الهبوط. انا بضرب صواريخ ليه؟ اهو اهبط بقى، اهبط 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 اهبط، بس كده. انزل بقى يا جدعان، دي لعبة تافهة أوي، أنا مش عارف أتعامل ولا إيه. بس أنا غيرت البتاع، ماشي ماشي. كل ده عمال يعلمني أرف الإف ده، الله إيه ده يا ابني الإيه ده، إحنا شكلنا هنخش معركة. إيه شمال افارقة، الحركة بركة خالص يا. انا عايز اهبط، عايز اهبط. اتش ايلاند، عايز مش عارف تقدر تستروي اتش مين اوبجكت، فايند اند ستروي وان اون ذيس ايلاند. تمام، المفروض ايه، المفروض ايه؟ اتش ايلاند هذا بريمري تارجت، في تارجت. طيب ماشي، تقريبا احنا هندمر تارجت. لا لا، بول اب اسحب ايه، او في دار كده. دمر ما دمرش، في تارجت اهو. يا لو انا فشخ. طب ايه ده، نرجع تاني يعني، عايزين نيجي ندمر التارجت ده. انا لبست في التارجت، لبست في التارجت. هو هتقول انا عيب من الاول كل ده، ماشي. اتش تا انا لازم اروح ادمر في سفينه اهو، في تارجت اهو. الله
انا دمرت والله. صاروخ صاروخ ده ما كنتش اسمع. انا دمرت الام التارجت بس. التارجت تاني طارت طارت جعان. سويتها تقيلة اوي. لا 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 اتش طارج كان ايه ريبير ايه لاند اه لاند ات ذا كارير افتر دستروينج ذا اوبجيكتيف تو بروديوس ذا نيكست ايلاند. لاند ات ذا كارير افتر دستروينج ذا اوبجيكتيف ريسيتس تو ذا نيكست ايلاند يو كان اولسو ريبير بتاع. يا جدعان اللعبة الصعبة دي ولا انا كبرت يا جدعان على اللعب دي ولا ايه؟ فين ال انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ طيب المفروض اعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ المفروض يمكن اطلع البيز مثلا دي، بس البيز دي معرفش بقى في الطيارة. لاند از كارير افتر بتاع. انا عمال اغير في الصواريخ، انا هدمر القاعدة بتاعتي. تعرف هل هعرف اهبط؟ ترى هل هعرف اهبط ولا المهمة تبقى صعبة؟ انا كنت تدوس اف حاجة زي كده اعتقد يعني. معلش ناخد لفة تانية كده، لفة بسرعة. رجعني تاني رجعني تاني رجعني تاني لو سمحت، رجعني تاني لو سمحت، رجعني تاني رجعني تاني. ايوه ايه ده؟ لا ليه كده يا جدعان؟ يلا يا جدعان هنا. ستيل ايه بس؟ يا لهوي. سبيس سبيس بيعمل لاند. الحمد لله لقطتها. يا رب تكون عديت المهمة الأولى بنجاح. نعلي صوت اللعبة تاني بس شوية. عدينا أول مهمة يا جدعان بصعوبة. ده احنا معاناة. في حاجة ولا ايه؟ في في انمي، في انمي ولا ده ايه ده؟ صاروخ ايه ده؟ ده ايه الكلام ده يعني؟ عايزين صواريخ يعني اسطوريه. في انمي يعني، في انمي. ايوه بقى الطيارات بقى والحركه بقى دي بقى. الصاروخ بتخلص. لو الصاروخ بتخلص انا عايزين نعمل له الانمي عمال يرد. خد يلا ما هسيبك. ده انا هعمل مناورة زي مناورة يلاوي يلاوي. اوعى الله عليك يا زوز. ايه انا بك يا عم ده؟ ربنا يكون في عونك. طارين لك بيتروا بجد دول. انا ايه اللي بعمله ده؟ انا ايه اللي داخل اضحي بنفسي؟ ريستارت اكيد، ريستارت اكيد. ريستارت بقى ايه ونلعب ايه ده؟ لانش ايه؟ انا ممكن ايه؟ انا اسف جدا ان انا عملته ده. معلش هتعلم من الاول. هعيد من الاول ولا ايه؟ لو النبي انا ممكن ازعل. لو في انمي ده، في انمي سبيشال. انمي ده ما ينفعش اظرفه صاروخ مرة واحدة كده. اطلع فوق. في اهو في ميشن اهو. انا مش عايز اموت. انا عارف يا جدعان. يا جدعان لسه يا جدعان مش عارف لا انا نوب جدا، انا نوب جدا. ده انا لسه في اول يوم تدريب ما كملتش ربع ساعة طيران. يلا تاني يا جماعة هندمر ميناء بيل هاربر. في ميشن ايه؟ هو لسه بيعمل ايه؟ لسه بيعمل حاجة. تلات طيارات يا جدعان. هو
ولا مش بيعمل ولا كده وعامل ده بيعمل مناورة عليا يا ابن اللعيبة، انا هعمل مناورة برضه ازاي؟ احنا هنطقش في بعض دلوقتي، هنطقش في بعض يا معلم، مش طالع عايزة تقع، تعالى انت تعالى انت والله ما اسيبك. ليه عمال يلوك؟ ليه عمال يلوك؟ عدل الكاميرا والاف كان بيعمل ايه؟ الاف كان بيعمل صاروخ خارج انا خلفي معرفش ولا ايه الكيو ده؟ فين؟ الكيو بيغير البتاع ده ماشي. ايه؟ ايه هيظروفني في الجولة دلوقتي؟ انا عايز اغير الكاميرا لو سمحت، الكاميرا انا عايز اغير بوظها. ايوه فين ال فين فين الراجل فين ال ايه ده في بيتك ولا لا كده؟ كفايه لعب كفايه لعب. انا بقع انا بقع انا بقع. افتح باراشوت بقول لك ايه، انا هعمل مناوره جامده دلوقتي. اضرب بقى يا مان بقى. ايوه كده مش هسيبه ده. لا بيل هاربر يا جماعه هيبقى هيتكسر النهارده. البس بقى اهو عملت له ابلع. المفروض لما يعمل كده تقريبا اضرب مش اي كوسه. ظرفني صاروخ اهو، ظرفني صاروخ، انا هموت، هبلع، انا ضاع، انا بنهار، انا بنهار، انا بنهار، يلا بنهار، اوعى، اوعى، غير الطرد، لا اسرع، معلش بقى كل ما نجرب بس حاجة. مش ولا طيارة وقعت، عايزين شقلبة بقى. بيتك يا ابني ايه انتوا؟ مش عايز يروحني صاروخ. بلاوي اوعى اوعى الغرزة دي، انا مت على فكرة، انا هيتس تحت على اليمين اهو. ظرفني ايوه ظرفني بتاع ده، ظرفني صاروخ. لا يا يعني عم احنا عاملين نلعب وبتاع ونجرب بتاع، احنا ممكن نطور الشخصية بتاعتنا. بس مفيش غيرها اصلا يا جماعة. ايه ده؟ انا ممكن اصلحها، معيش فلوس. ده ممكن اركب لها بتاع ده، ممكن اركب لها حاجات شقية، ممكن اركب لها. دي اول مشنا يا جدعان، يلا يلا بينا. هو ده ايه ده؟ ممكن تدمر ده ولا ايه؟ لحد ده ماشي. في ضرب معرفش ايه الضرب ده. هنركز شوية بلاش لعب و مركزين قوي، انا مركز قوي. اوعى يلا انت هتقع في فين؟ اوه هنقع في بعض. مناورة اسطورية. ايه ظرفني مش عارف.
كنت في الطيارة شرح جديد. يا لاوي ايه ده؟ ليه يا عم كده؟ هعيدها ولا ايه؟ ده اخده ببلاش ده ولا ايه؟ اخد صاروخ؟ انا معرفش اخترت ايه. عندي صوت اللعبة كمان، عندي صوت اللعبة كمان. ايه ده؟ هو هيخليني اعيد المشن ولا ايه يا جدعان؟ لا والله حرام. في ميشن ما فيه. طيب ما في حد راجع تاني عليا. هي مش ورايا وانا رايح في حته اصلا، في حته تانيه ما اعرفش ايه اللي انا رايح فيه ده. اوبا عايزين نروح بقى، عايزين نروح، عايزين نروح. في انمي، انمي ده صح؟ ده انمي ده صح. ابلع ابلع دي المشن، مركز على المشن. الطيارة هي عايزة تتهدد، تعال. بس دول انميز بعيد فشخ، انا عايز اركز على الميشن ولا ايه؟ نروح لهم ولا ايه؟ معايا 50 دولار. شيت يا مان، ايه ده؟ خد ده الشيت ده. يا لهوي. الله على الشيت ده، شيفت ده، ده شيفت اسطوري. اكيد انا عندي صواريخ كتيره، بس انا هروح اركز في الميشن ده يعني. لا اركز في الميشن على الاقل. تقطع عليه بقى. الجهاز هيقفل، الجهاز هيقفل، اللعبة هتقفل. دوست شفت كتير. خلاص انا عايز اجرب الاسلحة. هو معايا ايه؟ جن كده ده صاروخ واحد ده. هو البتاع ده ما بيدمرش ليه؟ ما بيدمرش ليه البتاع اللي تحت ده؟ هو قوي قوي يعني. اطلع فوق، ممكن نروح ندمر هذه المركبة. هذه المركبة سريعة جدا، ما بتدمرش ليه؟ ولا دي شكلها معايا دي ولا ايه يا جدعان؟ تعالي معايا اصلا. اتحطمت في الماء، اتحطمت في الماء، انا بسرع جدا في الماء. يا جماعه احنا نلعب بتركيز وبلاش علوئيه، نلعب بتركيز وبلاش علوئيه. هنطرق في هذه المهمه. في ميشن اهي، في انه في ناس كتير قوي. معايا تلات صواريخ، معايا تلات انواع من الصواريخ. هو ليه ما جابش الهندي؟ قلط بقى قلط. ليه ما جابش؟ ليه ما عملش رادار؟ دلوقتي لو في طيارات قصيرة و يا ولاد انتوا التلاتة وانا واحد. الاف ده انا بدوس ده جنب يحميني يا جماعة. هي طيارة، هي طيارة، هي طيارة.
هلبس، انا هلبس يا لهوي. انا متوتر جدا، الطيارات دي تطير فوق قوي، مش عارف اجيبها. انا مش عارف اجيب الطيارات اللي فوق دي. استنى يا حاج، ولا مرة ده في لخبطة جدا، مفيش حد بيساعدني ولا أي حاجة. مطارات حزن حوار السلاح ده ولا ايه؟ فريد فريد انا حوار السلاح ده. عايز اضغط ده فلير، انا بستخدم فلير. ده ايه ده؟ انت بديت السلاح معرفش ازاي، بس انا سلوك بشوفه يا جدعان. ايه صباح الفل يا اخي، حرام عليك يا اخي، مش عارف اضرب طاقة طائرة واحدة. يلا حد، شد حيلك شد حيلك. ايوه انا طياره، عايز اعمل شعلبه كده لفوق يعني، اي حاجه. طيران بلا هدف والله، طيران بلا اي هدف. انا جبت صاروخ ايه يا عيال، انا مش عارف اجيب الطيارات دي يا جدعان. اضرب في اي حاجه بقى، اضرب في اي حاجه. اهو تعالوا بقى، يا لهوي ثلاث صواريخ. والله انا عامل زيكم. شوفوني ايه، انا مت، انا عايز اروح اصلح، اروح اصلح ولا انا ابلع كده. ترى تقع يا والله، ترى تقع. ايوه كده، مش هتعرف تطلع بقى، شغلت الرادار. كده احنا طايرين في قفا بعض. ما جاتش ما جاتش ما جاتش. عايز اروح اصلح كده، عشان كده انا كده بستهبل. بجد ده ايه ده؟ ما عارف ده. اروح اصلح، اروق على نفسي. انا جامد والله، انا جامد. طلع لي كده انا عملت ده، عملت حاجه كتيره. لا لا خليني اطلع، خليني افتح بتاع اللي بيعمل لي اوتو بايلوت ده. اطلع اطلع. لا 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 انا عرفت دي خلطه، سر الخلطه.
بس الفرد اطلع يا عيني عليك. ما حرب اكتوبر يا جدعان. تعال بقى انت تعال تنقصيبه لسه انت فاضلك حبة لسه فاضلك ناقصك. بص يا اما انا يا انت هي خلاص يعني انا ناقص حتة وانت ناقص حتة. مرجوش مرجوش انت انت شكلك طيار اسرائيلي حقير حقير. ماشي انا عايز ابعد عنك. خد بيت الصواريخ عايز استخبى في السحاب. انا مش عايز اقول لك على اخر اخر لا يا عم اخر هو ايه كل ده طياره ايه يا عم كفايه صواريخ. اشوفك مع السلامه يا مان. اوعى يا لهوي تاني يا مان. هو لسه مش كان شغال المفروض ارجع للقاعده بتاعتي تقريبا دلوقتي. ولا نوقع الطياره دي ولا الطياره دي بتقع ولا ايه؟ ولا نوقعها نوقعها بقى على بركه الله. صاريخ من فين؟ انا وقعت كل الطيارات. وقعت كل ده وقعها والله لو وقعها كده في ناس غبيه. الله عليك يا زوز. بقول لك انا اروح اصلح كده اروق على نفسي كده. انا بره بره متوتر جدا. ايه ده ايه ده ايه ده مش عايز مش عايزين نعمل كراش. هبطنا بسلام بالسبيس. ميشن كومبليت. اوكي مان ده انا المفروض بخلص الميشن ارجع اروق على نفسي. ماشي انا عايز اعرف بس انا معايا ايه. انا معايا فلوس. هي دي الطياره بتاعتي تمام. ينفع نصلحها او اي حاجه؟ معايا 75 يعني. انا مش هنكمل تاني المهمه الجديده بس احنا عرفنا الاوتو بايلوت ده حلو قوي. يلا بينا في مهمه بقى خطيره فاير واحنا جاهزين لاي شقلبه. او شقلبه دي مش شقلبه شمال. احنا جاهزين لاي تحدي. جاهزين لاي تحدي. تحديات سيبك. انا لن اسيبك لن ابعك طفل طيارات ضرب اسرائيلي بتاع. يلا بينا. فين رحتوا فين؟ انا خبطت بعض كتير قوي عليا مش عارف كده ليه. انا حارب لوحدي ولا ايه؟ اول واحد مع السلامه. شد الباراشوت بقى شد الباراشوت شد جامد شد جامد عشان تلاقيه الباراشوت ما تتقلش. في طيارات تانية عديد ده دراجون ده لعيبة ايه ده؟ فاضل كتير فاضل كتير فاضل كتير فاضل كتير لسه. تلبس تلبس خارجين تفسح التنين. لازم نطور الطيارة بتاعتنا دي يعني نشتري لها طلق الطيف ده. طلق الطيف ده ما بيخشش على الطيارة. بص في طيارة سرحة لوحدها. أي حد يسرح لوحده
فممكن اهزم جزيرة. هذه الطرس بتظبط طرف 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 ايه ده؟ ممكن ادور على تحت دي؟ طب ليش؟ خلينا نركز مع الطرف اللي هتعرقله. يلا بقى قولوا بقى قولوا تلات مرات انت. جابوا جابوا. بص انا عامل حادثه دلوقتي بقى. بص بقى جاتش مس مس بوس مس بوس يا معايا الطيارات. يلا انت يلا قولوا هات بقى قولوا. حادثة 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 جامد 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 جامد. بس بس مع السلامة عليك مع السلامة. هو صار ثلاث طيارات انا بركز مع دي فشل فداها سعيد لعيبة تفاداها تفاداها من اللعيبة. كارثة هتحصل دلوقتي بسرعة. شد 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 بس اجيبه. لن ادعك لن ادعك لن ادعك يا طارق طارق. لا وي حدس 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 نقص بعض يلا استنى واسع يعني ما جاتش ما جاتش انت تيجي على طول على طول مار موية انتو الان امام مار موية. البس انت انت فين انت دار الشبح. طيارات كده فاهم ايه لا مش عارف ايه الطيارات اللي تحت دي. مع السلامة. تفاداها 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 ازاي يا ابن اللعيبة ده انا نايم عليك فشخ. انت مت انت بلعت انت بلعت يا انت بلعت. طب العب شيس خبطنا في بعض نشوف الجديد. طب بقى الطلبة العيلة دي الآن سوف نذهب إلى سوف نذهب إلى مركبتي لنصلح التصاليح. أنا هو على طيارتي هو على طيارتي بس عايزين نهبط بمهمة بالراحة بالراحة وش بالراحة 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 بالراحة. لاند 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 عايزين نعلي الصوت برضو بتاع اللعبة. عايزين نشتري بقى يعني صاروخ بقى ولا حاجة مفيدة بقى. عايزين نشتري ايه بقى نشتري ايه ده ما هي نفس الطيارة هي ايه موف ايه دي مفيش هي مفيش غيرها. ويبن ايه ده ايه ده ايه اللي انا عملته ده انا وديت حالي غلط ولا ايه انا في صاروخ هنا راح صاروخ من عندي هنا راح ايه ده ولا ايه انا ده مش عايزه ده بس ده ايه ده ممكن اجيب مثلا وده فاير ايه ده هو انا اصلا عندي اماكن كتيرة. ايه السكن ده ممكن اغير شكل السكن. الطيارة الطيارة بقت بيضة
عايزين لون ايه يا جدعان؟ اكتبوا لي في الكومنتات. خليها طياره سودا. ايه ده، ممكن اركب صاريخ؟ اوه ليه مش معايا ده ولا ايه؟ وما ده موجود اصلا، وده مش موجود. نشتري طب حاجة بقى، عايزين نشتري بقى حاجة بقى ونصلح حاجة بقى. ده بـ1000. ايه الأسعار الغالية كده؟ ليه يا جدعان كل حاجة غالية كده؟ ليه كل حاجة غالية كده؟ ها؟ وده ايه ده؟ لو دخلته ده هيفتح لي براوزر ولا حاجة ولا ايه؟ ودي طيارات مسيرة. بس احنا لازم نشتري حاجة يا جدعان بالفلوس اللي احنا مش عارفين تيجي منين دي، ولا اصلا فلوس طيارات جديدة. اه يلا شكل الطيارة، مش عارف شكل الصواريخ. هو الصاروخ ده يا جدعان ايه الكلام ده؟ ماشي، الصواريخ المدمرة دي ولا حاجة تبعنا دي ولا ايه؟ معرفش ليه، نشوف الميشن. هو عاملين على مدى على مدى ضرب الصاروخ الاسطوري الجديد ده. طب هذا ايه؟ هو ده الميشن ولا ده؟ اه يا لهوي، اوعى اوعى الزوز، اوعى الدهش ميل، الدهش ميل، الدهش ميل، الدهش ميل. انا مش انا يا جدعان، انا فقدت السيطرة. يا لهوي، وانا عملت ايه؟ وانا ما في حاجة. ايه ده؟ ممكن اختار ايه ده؟ ممكن اختار الطريقة دي، شكلها حلو قوي. يا رب تجيلي. ايه بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ممكن اختار الطريقة دي. دي سبيد 1900. ايه ده؟ دي اخطر. انا هحط فيها حاجات فظيعة. نحط فيها ايه؟ نحط فيها ده والبستين، مش هخليها هو البستين بتاعها بس كده. يلا لانش ولا ايه؟ ولا احنا لسه مختارناهوش برضه؟ لا احنا هنجيب الطار الشبح دي. ايه ده؟ ايه الجمدان ده؟ ده لسه اول ميشن. لا انا لسه هيعلمني ولا ايه؟ يا راجل خرافية خلاص يا جماعة. اطلع لفوق، في صاروخ عربي بتاعنا. انا لازم اخد كده يا جدعان ايه دفعه. طب سادس، وده الصاروخ الاسطوري. عايزين نجرب الصاروخ الاسطوري ده، شوفوا اللي على المشهد عليه بتاعنا. ايه ده؟ هو طب يا جدعان، لا لا مش كده، مش كده. ما بعرف معاك كم واحد. لا في صاروخ تاني يا جدعان. استنى بقى يا عم البتاع. طب ما نرجع التلفزيون ده ولا ايه؟ فين الثلاث عمارات الرمل دي؟ بس عشان خارجين نفسح التنين. كان مبنى الإذاعة والتلفزيون أهو، بس متدمرش. ده هو الصاروخ الأوتوماتيك ده يا جدعان. طب يصلحوا المبنى تاني ولا إيه؟ هو بديته مفاجأة.
عارف عارف اتفضل. مع الطابور بقى ايه الراجل عايزين نغير السباحة واحنا في الهوا كده. بس ده مفهوش اوتو شوت، ده اوتو شوت ده مفهوش. تقريبا ده الوحيد بس فيه اوتو شوت. السيرفر ده هنطوره جدا، السيرفر ده محتاج ان انت تتحكم فيه تحكم. راح ادمر القاعدة بتاعتي. انت ده لما تكتب معايا صواريخ اس اس اس. الهبوط بقى يا جدعان صعب جدا، الهبوط صعب جدا ومحتاج عقل. يعني انت لو بتبني عربية هتبقى، انا مش عارف انا بقول ايه، بس المهم تم بنجاح. وعايزين نطور ال ولا نجيب دي 100 دي 100 دي 150 ودي 80 سبيد 1000 دي 900 دي 150 دي 60. انا مش عارف انهي الاحسن. خلينا في دي، خلينا في دي بتاعتنا. ايه حلوة دي، بس احنا عايزين نطور لها بقى الصواريخ بقى. عايزين بقى نروق عليها بصواريخ ولا حاجه. في ناس الصاروخ اللي انا بحبه تقريبا هو ده ابجريد اهو، ابجريد ار لوست اف يو داي. يا ابن اللعيبه ده انا معيش فلوس اصلا. يلا نبدا بقى، اخش لانش بقى، نخش لانش. الفيديو ده سميه ميناء خليه فجأة. احنا عايزين حرب معركة حقيقية بقى. إذا مش هيضطر ايه الطرف بقى ولا ايه؟ لا الطرف لا الطرف تصدق الطرف التانية اسهل احلى شوية. في طيارة هي بتلف حواليا بتعمل عليا بتاعتي. اوي ما جاتش فيا، ما جاتش فيا. تمام على بعض المصروف. ما ينفعش نوقع القنبلة عليها بتاع دي. عايزين نوقع القنبلة على هذه السفينة. أنا طاير فوقيها يعني، أنا بلعب لعب. تعالوا انتوا بقى، تعالوا انتوا بقى. اسمه اسطول ده. كان عارف في وشك، في وشك. بتحاول تهرب، السفينة بتجري بسرعة جدا. تم تكوين النجاح يا جدعان، مهمة سهلة، مهمة سهلة جدا. استخدمت فيها عدة صواريخ، صواريخ الـ F-18 الـ 19 بس يعني نوسع المركبة بتاعتنا. بعيدة أوي يا لهوي، بعيدة يا عم. كده تطلع طيور. بسرعة بقى ادينا بقى، احنا شفت بقى بطيئة كده ليه؟ يلا يلا يس 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 يلا يس 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 يس. وانا اصلا المفروض اطير على باخرة. انت عايز تضربني يا ادب قوي. عايز يضرب البتاع بتاعتي. هانت يعني قربنا نكمل الفلوس. مش هنقدر نكمل، مش هنعي، مش هنعي، مش هنعي بعيدة شوية. في طيارة، في غدر، في أعداء.
في اعداء جايين عليا، في اعداء جايين عليا، فلازم انجز في الانجاز. ممكن هو علوم الطيارة دي يا جعان تقريبا هاخد $1000 ولا حاجة. نجرب كده ان ايه الناس مش مهمتنا، بس انا هروح راح نتدمر الحرب، راح احط اعلام الطياره نرجع للمشن بتاعتنا عادي جدا. هنعمل عايزين نقع الستلايت ده. اوكي عايز نلعب بالدرجة وقعوا الطيارة دي يا جعان، والله لو وقعوا الطيارة دي طب انتوا تضربوني. وريني بقى انت هتركب فين بقى. بعمله ده لازم ادمر الهدوء، ادمر هذا البتاع ده. عارفين ادمر البتاع اللي فوق ده، طيارات التنفسية ايه. الخير بعد بقى لما دمرت المحرك بقى بتاع الطيارة دي بقى فاهم زي الأبد. ايه رأيك فيا دلوقتي؟ الصاروخ دلوقتي اوه يا ولاد انا هموت على فكره، انا هبلع، انا عمال استهبل بس انا قبل ما ابلع لو عرضت الطياره دي يا جماعه، عرضت الطياره بتاعتي، لو عرضت الطياره الاتفاق معادي ده مش عايز يتضاف فوق. الدورة ايه؟ الصواريخ كمان التك فوق التك تحت. التك فوق التك تحت. هم بيستضروني بقى وانا نازل بقى. طبعا انا اول ما جه سوف اهرع الى الطائره بتاعتي من اي مشاكل. اروح على الطائره بتاعتي دي يعني، بس انا معايا فلوس بقى، انا حركه شهيه دلوقتي. لازم يسيبني في حالي. الفلير اللي انا بضربه بجيف ده يا جماعه، حد يسالني ايه ده؟ بقول له ده لما الصاروخ بيضرب عليك من ظهرك بيضرب الفلير ده، فالفلير ده بيحمي ظهرك. نلعب في الاسلاك الراجل مش سايب اهو، الصاروخ بيضرب من جنب اهي. استنى بقى عشان انا هاركن بقى وهنزل لك من الطياره بقى، هنزل لك، استناني بقى الدنيا على جنب. معانا فلوس بقى، معانا 650 بقى، يعني احنا هنروح نصرف بقى، نصرف بقى، معانا فلوس كتير. 1000 ايه 1000 ده؟ ابجريد 1000 في عام 400 بس. احنا اصلا ده ايه ده؟ ممكن نطور ده بس ده مش بنستخدمه اصلا.
ما نعرفش ده ايه ده، انا تقريبا ده اللي بستخدمه. هعرف الصاروخ اللي انا بستخدمه ايه؟ لا ايه ده، هعرف الصاروخ اللي انا بستخدمه ايه واطوره، شوف هيعمل ايه بقى، هيبقى اقوى اسرع. طب لا اصلا ما اعرفش، عايز اعرف اسم الصاروخ اللي انا بستخدمه. افكار كتير. ميكرو، تمام اسمه ميكرو. في مهمة، مهمة بعيدة، راحت المهمة دي. عملنا مهمة ولا ايه؟ مهمة اتكملت ولا ايه يا جدعان؟ صاروخ عمال يدق، صاروخ عمال يدق، ترى الحاجة مدمرة. الشجر ده، ده مش أي لازمة، مش أي لازمة. هروح إيه أشيله من الطيارة عشان متقل الطيارة أصلا. عامل لي سك، عامل لي سك في بطن الطيارة. فين ال فين اللي أو تعالي. أيوة أنت، هذا المسدس لا أريده، لا أريد هذا المسدس. فين الميكرو؟ ده الميكرو حبيبي، ده ده الميكرو ده، انا اروح اشتري واحد ميكرو. استنى كده، فين فين انا اشتري فين ده؟ ايه ده، ده ايه ده؟ اهو ميكرو، هو ده الميكرو. فاير ايه مش عارف، ده في ميكرو حاجة تاني ده ولا ايه؟ ده ب 1500. لا احنا معناش يا مان، وفي ميكرو ب 1500، في حاجات. وايه ده، ايه الحاجات الفظيعة دي؟ احنا شكلنا شكلنا كده هنستنى شوية، عايزين نعرف ايه ده. فلير ده، فلير ده في الكنافة، ومعانا اي ار. عايزين نعرف ايه تاني، ده ار بتاع وده ار بي مش عارف ايه. عايزين نحط ده، ده مش معانا ده اصلا. طب احنا ممكن نشتري ده، ممكن نشتري ده، ممكن نشتري ده الفظيع ده، ده ب 1000 هانت. طيب هانت، وده ب 1500. احنا عايزين نشتري السلاح اللي ابو 1000 ده، بس انا عارف انا هشتريه وهلبس فيه، هيطلع سلاح فيستيك. اشتري بقى ايه في اللعب؟ بس المهم الطيارة فعلا بقت أسرع، كانت أي كلام يعني. فين مشى؟ مشى فين؟ ده مش في بالي بس. أطلع الطيارة من مرة واحدة بإذن الله. كم من فات البيضة؟ فات البيضة. ما حدش مشاف كده. أنا وإيه يا عم؟ أنا وإيه ده كله عليا؟ اذا ممكن اشتري حاجة، انا عايز اشتري بتاع الغريب ده ولا حاجة تاني. اشتري ايه؟ ونجرب هذه الطيارة بقى، كفاية بقى عشان الناس متزهقش. اليوم الخامس واليوم ال نصرف بقى ونضحي بقى، نصرف ونضحي. احنا هنقطع ايه لو نخفينا فين الطيارة الجديدة؟ اهي هنختار الطيارة الجديدة دي، وهنشتري لها بإذن الله حاجة كده. أنا معايا فلوس، نصرف بقى، معانا 2000 بقى، نشتري أغلى حاجة بقى. أهو في حاجة، أهو دي طيارة. لا يا عم أنا مش
1500. جبنا سلاح كده غريب، هنحطه في الطيارة دلوقتي. نحطه ازاي؟ في ال نحطه اهو. جبنا احنا جبنا سلاح، جبنا في سلاح فظيع اهو ده. ايه ده ليه كده؟ ماشي خلاص، احنا نلعب اخر ميشن اللي عندي. اخر مهمة بالطيارة دي. الطيارة دي بتقول ايه؟ طيارة سريعة، السرعة دي مش مواجهة على بعض، بس الطيارة دي سريعة جدا. ايه ده؟ لا لازم اخد حقي، ناو. المهمة صعبة جدا، الطيارات كتيرة يا باشا عليها. بس هحاول اتنجح بسرعة. كتيرة ما كتيرة ما ان شاء الله هنحضره مرة واحدة. طيارة سريعة السلامة. ودي يا جماعة كانت اللعبة.
السلاح اللي كان استرقه ده جامد جدا. لو عايزين ليها فيديو تاني اكتبوا لي في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك عشان نقرب نوصل 500 مشترك. سلام.